اهم شيء شوف مو بلازم الجديد العمل لا يطلع اهم شيء انك شو اسمه تقول شيء ما قد قلته من قبل والله يعني خلي حق العمل خلي حق العمل عادي اذا عندك شيء جديد غير اللي قلته عطنا حق العمل عشان الناس طرف اللي ودمعه ورا دمعه والعرم ما دار وسبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي ما تمر طول الأسبوع الله الله عزف ضيعت ارجع مره ثانيه يا عبد الله خلي هو مركز عرفت اراك اضبط العلاقه لا لا صادق هو طار لي ودمعه ورا دمعه والعرم دار وسبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع ما شتت كويس دخل ما شتت ما شتت اخش اصبع عشان ما يجي اسمع شباب انتم لا تتكلم خمه في ايش بسرعه تكون حافظ يطلب بكره ياسر عباس ياسر العبيسي يبي يحفظ كلمات والله مسك كابوس ياسر عباس والله 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 انا والله جد ياسر العيب الراس طقه قبل لا انت والله قلت على اذنك لا نفس فوق دفترك هذا اذني ايش قام اذنك على هينك كل يوم اقول على اذنك كل يوم ثلاث اناشيد جاهزه في اي يوم في اي وقت انا اطلبها منك واقرا منها عادي اي انا بقرا عشان كذا اي طيب هذا تكتب فيه ليه انت بعد شوي خذ الدفتر مكتوب ترى استحمل تحت ليش اسمك كذا خط يلا سلام ثلاثة أناشيد يوم السبت ثلاث أناشيد يوم الأحد ثلاث أناشيد حددها أجي أقول لك يعطني أناشيد يوم السبت يا أخوان كذا جاهزة حبيب قلبي وانت بعد يا زين انت ورا ما تسولف معنا قرفصي ما ادري ايش قاعد تسوي قبل امس ما بالمدفون اللي عساه تندفع نشوف مسابه اخطاء انت انا وصلت ايش حصل ايش في كذا هذه قلت انا وصلت دقيقه دي الكلام هذا قبل كم النقد البارح قبل ربع ساعه تحطم انت اي والله انت تحطم انت تحطم نفسك لا 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 ما في تحطيم هو الموضوع بالعكس ترى النقد هذا والله يبنيك ترى ما يهدمك والله يبنيك لا هو ايش تتكلم بس اعطيك الفكره عشان تكون واضح نفسك ابو راشد ما منا رجع تنقد امبرو جاء قال كلام ابغى تفهم الصوره بس يمكن انت انا والله كنت مجهز كنت يعني بعدين قال ياسر اذا انت ما تحافظ على نشيد او مثلا حفظك غير جيد في النشيد ياسر رجاء لا تنشد هذا كلام ياسر بس عشان ما يعني ايش رايك ليش قلت له انا جلست بعد معه قلت ايش المشكله اللي حصلت معلش ليش بيكون هذا تحدي لك انه والله لا بين لياسر العباس انه انا اقدر واقدر واقدر ليش ما تخلي هذا ك ك ك ايش اقول لك ممكن درجه ان اكثر من كذا حلاوه ما اقدر تبنان لفوق ليش انت تصير كذا انت مثلا عقليه ممتازه ورجل كويس وعندك انا الرتم ترى كان عالي انا لاحظت نفسي في بدايه البرنامج بعدها كذا رجل سامعني أود أقول طيب محمد ترى ما حد يبجاك كنت تقول محمد غن صح ولا لا طيب مالي. أنت حاول يومي مثلا غن ما حد أنشد مو غن أنشد شيل حتشيل يقول أنا ما حد منتظر لك يقول محمد تعال غن لا ما حد ماسك أنشد ما حد ماسك أنشد هو حافظ أي مقصي هو صحيح صادق كلمته والله فطيب انصح ياسر عشان كذا انصحني بالله والله صادق قالت تبيني اقول ياسر قال غن لا لا انشد حاول يومي لحظة محمد دقيقة محمد دقيقة بالمقصد لا انشد انشد غن ولا غن دقيقة غن انشد اي دقيقة صح اسمع غن كذا يا ياسر نصيحة انصحني انا من اقول امك قلبك طيب اصغر منك هذا في الصلاة لا انت كرمني سن عمر النواة صلاة صلاة ملكة ايمانكم اي والله اللي ما وصل لك كلنا مقصر شفت ترى ياسر ايه سوي ما احد ترى انتقاد لوات الصوت يبنيك انت ما تدري والله عاد ايش نيته بس هو جاي هنا ترى كفتين هذا شو اسمه ياسر ولا يعرف لا هو يعرفني جيدا انا قلت اللي اجتمعت معه قبل عشان كذا يبغى يوضح للناس انه ياسر طاقه لازم تتفجر انت الان اذانك لا لا
خاف تتفجر تودي بس لا لا حط زي ممنوع الاعتراف تتفجر ودري ألف بيمر علينا كلنا كمل كل ما أشوف واحد جالس لا 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 كل شوي قدام كل واحد بس أبغى أعرف أنا فصلة أمس وش السالفة الشباب قاعد يتهاوشون وأنت لحالك قاعد تمشي ليه لا مو ترى يغرد خارج السرب لا 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 بعلمك في مخه في سيناريو معين بعلمك أنا طبعا هو انا ما هذه انا جاني كلمني كان على جنبي على يساري من هو ما لازم افكر يعني لا يا ابي خليك معي ايش فيك انت معليش انا اسلم اسلم يا اسلم اسمع خليك خليك معي ايش فيك انت ايش دخلك فيه ها ايش دخلك سعودون ها سعودون يوقف خلاص قطع يا ولد محمد قطع جوال اسلم يا اسلم اسمعك يا اخي خليك معي سولفون انتم طيب اسكتوا انا ساكتين انا ساكتين يلا ابدي ابدي يلا يلا ابدي مو بنشيد هو بس هو يتكلم لا ابدي السالفه ذي على بروح شفت عندك شيء كان 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 معي تقاط اصوات يا انت ايش عليك من يا خلاص يا اسمعك ليه تبي اكلمك صفقني في اثنين يسولفون نسكت كلمه صفقني احسن جد والله صدق تفضل قسم بالله قسم اسمع والله مصور طبعا انا والله علمك طيب كم كم والله لا تفضل اشرح جهني قال يا ليش ايش صار صار في البيع والله ضحك والله يوم خذيت ذي على السالفه ممكن نص ساعه لا لا عالم اللهم سكنوا مساكنوا ولا والله مو صوت ترى والله انا ما سمعت خيار علم الحرام انا ما سمعت وين هي تسكت ولد اليوم ضربتها شمس ضربه قويه الظهر القايله الدوام والله ضربتها شمس سبق هواء سبق هواء ايش هو يا عيال والله ياسر طلعت من محمد علي بالحرم اني ما فهمت حاجه لا يشرحون هذا فهمتنا هذا مشكله صوته خفيف شكرا على الاسقاطه خلاص محتوى تو جيري خلاص رسميا طبعا جيري ايش كنت تقول انت لا ذاك طول صوتك انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بضحك معاكم ياسر العبيسي مقدم فقره الميزان تبكي بكره لا تبكي جد والله بس انا قلت لك الفكره ايش كنت تبغى تقول معليش ايش تبغون امس وراك فصلت عليهم بالنشيد وهم قاعد يتهاوشون طبعا أبعطيك تصوري انا كيف تعرف الصغير اذا صار البيت كلهم يتهاوشون او شيء يعني صارق لا 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 ما ابغى اسمعهم بعدك والله بعدني انا والله ما كنت انا شفت الصياح وكلمني عيسان والله ما ادري مين كان معي قال لي يا ياسر ايش قلت صاحي واذا اصل العالم شو اسمه في مشاكل قال يا اخي خلينا يعني شأن الجو نقول غير او يعني هذا الطلب اي كان طلب لا مو مني انا لا مو مني انا انا شفت موقف ما حد قلت ما راح انشد يعني كيف انشد موقف غبي ما وجا قال ياسر انشد عشان نغير يعني فعاليه قلت له ما يصلح هي يقصد المشكله اللي حصلت يعني اي بس الفكره هذه تيجي اللي حصل قلت له ياسر نبغاك يعني تنشد عشان بس تمشي الجو نقول يا اخي خلك صدق انا ما سمعتك قلت اشيل الاغراض والله ما سمعتني روح روح اسمع نفسك انا اقول لك والله ما سمعت يعني ما سمعت صح فهم الزبده فعشان كذا دخلت دخله يعني سمعت كلامك إيه كانوا يعني غير الجو لأنه في مشاكل فنبغى يعني فهمت كيف؟ غيرت الجو ولا ما غيرت؟ غيرت الجو فهو قال كيف دخل ياسر في ياسر عباس قال كيف تنشد في مشكلة بس هذه النتيجة غيرت الجو غيرت الجو؟ والله ما حد درى عنك ولا واحد درى عنك ما فهمتك أنت كشكو لا لا خلي هو إيه لا 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 ما أثرت طيب ارجع لخويك ذاك اللي نصحك وقول له جزاك الله خير نصيحتك وفرها وفرها أنا عشان كذا هذا اللي صادق أقول أنا عندي قصة خلنا قصة قصة يلا وش القصة اللي حصلت؟ ذكرونا بقول موضوع إيش رأيك؟ يلا موضوعي إيش موضوع؟ أحب يقول قصة وما ما تد أي هو لا لا صدق في واجد واجد اسمع خلني قصصك واجد أي واجد زين اسمع أنا بحضر مو زي كذا عندي قصة بس دقيقة بحضر صدق صدق أنا بحضر وش اللي أبغى أعطيه؟ إذا جاهز أقول لي وأنا بوقف سالفة تمام؟ لا 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 كمل سأل أو واحد سأل أو سأل الآن يوم إحنا في الدوريات طريق زحمة كيف يختار اللي يوقف سياره سيارتين تمشي يوقف سياره سيارتين ايش التكنيك اللي متبع غالبا انت يوم انت في زحمه تقول يا اخي الان الامور ماشيه السيد ماشي شوي يا ياسر جيب
وتناظر كذا في المرايه مش اللي وراك اللي بعدك السياره الثالثه وقف على اي اساس ما فهمت كيف لا انت في لاين في دوريات واقف على الشارع طيب نقطه طيب. نقطه مروريه تمام طيب غالبا انت ماشي ماشي في نفس الخط فيجيك تساؤل تقول كيف مشى اللي قدامي ثلاث سيارات وانا يوم جيت طلب مني اثباتي فايش التكنيك المتبع انه يوم يوقف سياره سيارتين تمشي السياره يوقفها دائما ايش التساؤل اللي اكيد شايف مني مخالف والثاني ما شاف فيه مخالفه طيب عشان كذا وقفني طب الحين ما في شيء وقدام الحين تشوف شيء انت مثلا مظلل لو شيء ممكن بس اشوف منك ما يوقف ما ادري ما قد سالت ما انتبهت لا والله ما انا حتى ممكن يبغى يستشف منك مثلا يبغى يستشف منك يعني يبغى يشوف ايش عندك ممكن ما في اي تساؤل يعني ايش التكنيك اللي متبع انه تمر سياره سيارتين يوقفها تمر احيانا خمس سيارات ما يوقفها تمر اي ممكن يشوف كل شيء يلاحظ يوقف على اي اساس يقيم على اي اساس انت احيانا ممكن تكون عندك مخالفه وسبحان الله تمشي صح تقول والله الان انقفضت خلاص في قهوه ولا راح اجيب واحده ثانيه هذه خلصت لا خلص ها ما حد قلت لا والله ما قلت سال حتى انا في شيء انا ماني لاقي اجابه عشان كذا يعني انت الان تظن انه مثلا في اليه معينه كل اثنين وقف ثالث كل اثنين وقف مثلا الحين ممكن خمس سيارات تمر سيارة مثلا قدامي خلاص تمشي وانا كذا وقف ممكن البلاغ ياسر فهمت الحين الصباح الناس مداومين مثلا طيب وقف يبغى او مثلا العصر احنا الان بخريص انت الخدمه تبي تدخل في عسكري لا قاعد شوي ثواني بس قدامك 10 سيارات طيب مشى اثنين ايه؟ وقف الثالث ايه؟ ومشى خمسه يوم جاء دارك دورك وقف ليش وقفك كذا يعني استوعب ممكن ايش انا عن نفسي قلت مثلا كل ثلاثه يوقف الرابع كل ثلاثه يوقف الرابع انا قاعد اقول كذا ايه؟ ممكن مثلا كانك فهمت صح انا اقول احنا الان في اي اساس العسكري يمشي مثلا خمس سيارات قدامي ويقف مثلا اللي بعدي مباشره وانا ممكن عندي مخالفه او شيء مو بشرط يكون عنده ستاندر كذا تبكير وين وصله اذا تبدا السياره اول شيء وعنده السياره تبدا على الشخص اللي جوا يعني مثلا ترى في كثير مثلا من حق المرور يكون عندهم خلينا نقول دورات في حدس مثلا لا في هنش اللي هو الحدس هذا وفي عندهم دورات بقراءه لغه الجسد عرفت وبعضهم في بعض السيارات معروفه هذه السيارة